طاب مساءكم. هل يتخطى الأمريكيون والإيرانيون آخر العقبات التي تمنع إحياء الاتفاق النووي؟ نتساءل في أول ملفات الأخيرة التي سأقدمها لكم أنا فرح البرقاوي، ونتقصى الأجوبة المحتملة من مفاوضات فيينا، لا سيما في شأن خلاف الجانبين حول شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، ونجول في الأخيرة كذلك بين نقاط ساخنة أخرى. مرفأ بيروت ومآل التحقيق بعد سنتين على انفجاره، وجنوب شرق آسيا والمناورات العسكرية الصينية حول تايوان، وأيضا نجول بين عناوين سياسية وغير سياسية أخرى. الأخيرة مشاهدينا تأتيكم على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 11 بتوقيت القدس، 8 بتوقيت غرينتش، ويمكنكم متابعتنا عبر البث الحي في اليوتيوب. كونوا معنا.